سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. يا كابتن هاني اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل، مبروك، الف مبروك مكسب النهارده. حبيبي ربنا يخليك، اهدى بس عشان انت انت مش معايا في الموضوع ده ولا لا؟ بذمتك. ايوه ما انا معاك، بس في الاخر هنا في مشاهد انت لما هتركز فيها فممكن يحصل لك حاجه، فما في ايه؟ حاول ما تركزش. لا انا مش سامع، معلش يا شباب علقوا لي الصوت، انا مش سامع كويس، مش سامع صوت الكابتن هاني كويس، علقوا لي في الاستوديو هنا. اتفضل يا كابتن هاني. كده سامعني كويس؟ اتفضل انا سامعك، اتفضل. بقول لك لا، في مشاهد بتحصل انت لو ركزت معاها ممكن يحصل لك حاجه، فانا عشان كده بقول لك ما مش تركز. حصل يا بيه، ما هو مصر كلها عارفه ان حصل لي قبل كده، فعادي يعني. وحشنا يا كابتن هاني، اخبارك ايه؟ حبيبي الحمد لله. مبروك الف مبروك مكسب النهارده، واستمرار بيراميدز في تصدر جدول الدوري. شايف المشهد انه بيراميدز ماشي بخطى طيبه جدا جدا، وانه متصدر جدول الدوري ازاي؟ حتى مباراه اليوم والفوز بثلاث اهداف مقابل هدف في لقاء اليوم على المقاولين العرب. طبعا بحمد ربنا، بشكر فضل ربنا على الفوز طبعا النهارده بعد ما كنا متاخرين بهدف. الحمد لله ان احنا قدرنا نرجع في الماتش دي، برضه الحمد لله حاجه كويسه، وده طبيعي ان انت مش هتقعد تلعب ماتشات في الدوري 34 ماتش، ما فيش ماتشات هتتاخر فيها، وده طبيعي جدا ان انت هتتاخر في ماتشات، بس الفكره ان انت ازاي تعرف تتعامل مع الماتش. الحمد لله ان احنا تعاملنا مع الماتش بشكل كويس، وفي الاخر النتائج الاخيره والحمد لله 12 خوط حتى ال 4 هو كل توفيق ربنا. الحمد لله احنا بنجتهد ان احنا نحاول نعمل احسن حاجه، وهو توفيق ربنا الحمد لله. فيستون ماي فاز بجائزه افضل لاعب في مباراه النهارده، او رجل المباراه، الراجل اللي اخذ الجائزه ولا حد كرمه ولا اي حاجه، بحسب ما انا معرفت من المركز الاعلامي في النادي. ايه اللي حصل بالظبط؟ ما فيش، اعتقد الموضوع يعني تعرف ما فيش، الجائزه مش موجوده، ما جاتش، ما اعرفش بقى ايه الجائزه ما جاتش. انا اسف ان انا بس بضحك، بس معلش يعني حاجه تضحك فعلا. الجائزه مش موجوده، هو فاز بالجائزه بس الجائزه مش موجوده، فان شاء الله وقت ما تيجي بس يعني هيستلمها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هيستلمها يوما ما، ولا هيجيبوها له على النادي، ولا ايه اللي بيحصل؟ ولا في الماتش اللي جاي، ولا ايه؟ والله مش عارف، بس انا بشوف ان الموضوع ده يعني انت الميزه فيه او الحاجه الحلوه فيه للعيب ان هو يستلم الجائزه بتاعت الماتش، يعني هو بيحس بعد الماتش انه عمل حاجات كويسه فبيستلم الجائزه بتاعته. بعد الماتش هو خلاص عرف ان هو بالظبط يعني كده، بيقول لك بعد العيد ما بيتفتش كحك. بالظبط، فهو مش هتفرق معاه بقى بكره من بعده ومن بعده، مش هتفرق. صحيح. طيب خليني اسالك، هل فرصه بيراميدز الاقتناص او الفوز ببطوله الدوري السنه دي اكبر من اي سنه ثانيه؟ بص، هو الموضوع انا شايف انه لسه بدري قوي على الكلام ده، شايف انه لسه بعيد، يعني بعيد ان احنا نتكلم فيه 9 ماتشات هم كتير مش قليلين. انا بالنسبه لي لما يبقى فاضل 3 ماتشات ممكن ساعتها نقول ايه اللي هيحصل، لكن انت في مكان كويس الحمد لله، بفضل ربنا احنا في مكان كويس، بس الواقع بيقول ان انت مؤجلات النادي الاهلي لو اتلعبت والنادي الاهلي كسبها وعداك، فده الواقع اللي احنا فيه حاليا. بس عشان كده بقول لك ولسه في 9 ماتشات لينا احنا، فهو عدد كبير، هو مش عدد قليل، ان احنا يعني عشان انا شخصيا والله شايف انه لسه فعلا بدري ان احنا نتكلم في الموضوع ده. الازمات اللي حاصله دلوقتي وقصه الزمالك والمؤجلات، هل بتاثر عليكم، اثر عليكم بشكل او باخر ولا لا؟ لا يعني بص، احنا مركزين في ماتشاتنا وبنحاول نفصل نفسنا عن اي حاجه، وخاصه بقى لما يكون في حاجه حاصله احنا مش طرف فيها، فاحنا خلاص احنا كده كده مركزين في ان احنا عندنا زي ما بقول لك، احنا عندنا ماتش مهم جدا، ماتش كمان يوم الجمعه مع سموحه، فاحنا تركيزنا كله وتفكيرنا كله ان شاء الله ان على ماتش سموحه، هنخلص ماتش سموحه وربنا يسهل في الماتش اللي بعديه ان شاء الله، لكن اللي حاصل بقى ما بنحاولش نشغل نفسنا بيه يعني. طيب جزئيه التحكيم انت شايفها ازاي في ظل برضو الامتداد بتاع الشكوى المتكرره من الانديه؟ خد بالك، ما الموضوع برضه مش جديد، خد بالك هي دي شكوى متكرره بقالها يعني بقالها سنين، هي مش حاجه جديده، يعني فكره ان احنا عندنا مشكله في التحكيم، احنا عندنا مشكله في التحكيم. انت لما تشوف لما مثلا اكيد انت بتتفرج على ماتشات اوروبا بطوله اوروبا اللي بتتلعب دلوقتي، طبعا بتشوف التحكيم اللي بيحصل، هتحس ان يا جماعه في ازاي غير الكوره، غير الكوره كمان احنا بعيد، بس نبقى بسرعه انا بعيد في الكوره وبعيد في التحكيم وبعيد في حاجات كتير، بس في الاخر احنا عندنا فعلا مشكله في التحكيم. اتمنى ان فعلا يكون في تطوير، مش حاجه اقول لك ان في ناس كويس، مش حاجه اقول لك برضه هو ده مش تعميم يعني، مش الناس كلها مش كويس، في ناس كويس وفي ناس مستواها فعلا ضعيف، فليه ما نشتغلش ان الناس دي فعلا نطور من مستواها، ليه ما نشتغلش ان الناس دي فعلا تطلع احسن حاجه عندها. فاتمنى ان يبقى الموضوع ده يبقى ليه حل بصراحه، لان هو بدا فعلا في ناس كثيره بتعاني من الموضوع ده. صحيح. طيب رمضان صبحي وصلنا لحد فين في القصه بتاعته؟
رمضان عنده يوم السبت ان شاء الله جلسه بتاعته باذن الله. جلسه امتى يا كابتن هاني؟ يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت؟ السبت الجاي؟ السبت الجاي ان شاء الله. السبت الجاي ان شاء الله. طيب انت من وجهه نظرك انت انا شفت ليكوا بيانات كتير كنتوا غضبانين من الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات فيما يتعلق بالاخبار والتصريحات والامور اللي شبه كده. الازمه ديت انت شايفها ازاي من وجهه نظرك ويعني وبحكم انك جوه المطبخ يعني؟ ما انا مش يعني انا بص انا مش هقول لك وجهه نظري غير لما يحصل حاجه في الموضوع يعني لما بيحصل في الموضوع ممكن اقول حاجه ساعتها وجهه نظري، لكن انا دلوقتي فعلا مش هينفع اتكلم في الموضوع خالص لحد ان شاء الله ما يبقى في حاجه. انا موافق هرفع عنك الحرج في الجزئيه ديت. طيب عندي جزئيه اخيره، الشيبي وموقفه، هل بيراميدز ساعده في موضوع المحكمه الرياضيه الدوليه وتعليق العقوبه بتاعته، ولا هو كان تحركاته من خلال المحامين بتوعه او الوكلاء بتوعه؟ لا، وجود النادي اكيد، النادي احنا قلنا النادي كده كده، وطبعا الشيبي لعيب عندنا ولعيب عندنا مهم، وجوده في الماتش بالنسبه لنا مهم، فاكيد النادي طبعا كان موجود معاه. عظيم عظيم، اذا هو اجراء من النادي نفسه صح كده؟ الاجراء طبعا من المحامي برضه الخاص، المحامي بتاع الشيبي، وطبعا بمسانده النادي. كابتن هاني هسألك سؤال وجاوبني بصراحة، كابتن هاني سعيد يوافق على انه يبقى فيه دوري استثنائي نقص منه شوية ماتشات الموسم اللي جاي ولا لا؟ خد بالك، بص انا هقول لك حاجة، انا من سنتين كان مش فاكر سنتين او من ثلاث سنين كان في قعدة برضه في اتحاد الكورة، يعني كنا عاملين قبل الدوري اجتماع برضه بالاندية، وكان الموضوع ده اتطرح من سنتين او من ثلاث سنين تقريبا، كان في اتحاد الكوره وانا كنت موجود، ولما انا اتسالت يعني حد كان الناس بتتكلم، انا تقريبا 90% من الانديه كانت رافضه الموضوع ده. انا لما اتسالت انا قلت ان انا شايف ان بصراحه لو عملنا شكل جديد للدوري مختلف ممكن ساعتها الدوري لو الدنيا هتديها هتظبط، بس تفضل بعد كده مظبوطه ليه ما نعملوش؟ ده كان رايي يعني، طالما بس الدنيا تفضل بعد كده مظبوطه. بس شفت انت قلت ايه؟ قلت 90% من الانديه رفضت. كلهم، ايوه 90% كانوا رافضين، دي حقيقه. هي دي المشكله. كابتن هاني انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك يا رب كل التوفيق، وسعيد بوجودك معايا في البرنامج. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. طيب